ما هي الدكتوراه الفخرية التي ينالها القادة والمشاهير؟ ليس جديدا أن نقرأ خبرا عن حصول شخصية عامة على درجة الدكتوراه الفخرية، فقد حصل المطرب الإماراتي حسين الجسمي والممثل المصري القدير يحيى الفخراني على شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الكندية بالقاهرة الاثنين 16 من أكتوبر. ومع حصول الشخصيات العامة على هذه الدرجة يتبادر إلى الأذهان ما تعنيه هذه الشهادة. ما الفرق بين الدكتوراه الفخرية والعلمية؟ الدكتوراه الفخرية ليست شهادة علمية، وقد يلتبس على البعض بين الشهادة الفخرية ودرجة الدكتوراه العلمية، فالأخيرة مبنية على مجموعة من الأبحاث والدراسات المتعمدة والمعتمدة من قبل الجامعة المانحة. أما الشهادة الفخرية فتمنح تقديرا من الجامعة على الجهود الشخصية العامة في مجال العمل العام أو الإنساني أو حتى العلمي. ويمكن للجامعة المعتمدة أن تمنح الدكتوراه الفخرية لأكاديمي يحمل الدكتوراه العلمية، أو لشخص لا يحمل شهادة علمية ولا يستلزم منحها الجلوس على مقاعد الدراسة بالجامعة. بالتأكيد الشخص الذي يمنح هذه الشهادة أي الشهادة الفخرية لديه كثير من الأعمال والمجهودات ولا يحتاج إلى وظيفة، لأنها لا يعترف بها في التوظيف، كما لا تمنح حاملها لقب دكتور أو بروفيسور. ولكن بعض الجامعات تلقب الشخصية الممنوحة لقب دكتوراه في المناسبات والمراسلات الداخلية للجامعة، غير أن الجامعات العريقة لا تفعل ذلك. تسمح بعض الجامعات لصاحب الدكتوراه الفخرية بإلقاء محاضرات شرفية وليس ضمن المنهج الأكاديمي. تمنح في مجالات الفنون والرسائل الإنسانية والقانون والرسائل الدينية والأعمال والعلوم عفواً. يحق للجامعة سحب الشهادة الفخرية، خاصة أنها شهادة تقدير ولا تمنح لحاملها الحق في مقاضاة الجامعة في حال سحبها. وسحبتها جامعة القاهرة المصرية من سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وسحبت أيضا من العقيد معمر القذافي، كما سحبتها حكومة اسكتلندا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ليس من حق جميع الجامعات، يجب أن تكون جامعة معتمدة لكي تمنح الدكتوراه الفخرية، وقدمت لسنوات درجة الدكتوراه العلمية لعدد من الباحثين لكي تستطيع منح الجامعة لأي شهادة دكتوراه فخرية. هل يمكن الحصول عليها رسميا؟ يمكنك التقدم بطلب رسمي للجامعة المقصودة لمنحك دكتوراه فخرية مرفقا بالسيرة الذاتية والأعمال التي تؤهلك لذلك، فضلا عن المجال الذي ترشحه للحصول على هذه الدرجة الشرفية. المصدر هاف بوست عربي.